الأخ علي تفضل. وياك عيني. تفضل حبيبي. على موضوع التبني أقول لك. موضوع إيش؟ تبني طفل. تبني الأطفال، إيه شنو؟ أي بالضبط. شنو وضعك الآن؟ تريد تتبنى طفل؟ أي والله. طفل منو؟ تتبني يعني على الإشكال. إشكال دي يعني حرام حلال. أنت عندك الآن فكرة أن تتبنى طفل، فتسأل أنه بالضبط. شنو أحكامه وشنو وضعه؟ بالضبط بالضبط. الله يبارك فيك ان شاء الله، وانا ابين بشكل واضح ان شاء الله. شكرا سيدنا. السلام. منو بعد اتصال؟ ام صابرين. اي نعم صابرين مصاوي. تفضلي. الله يسعدك سيدي. حياكم الله بارك الله بكم. سؤالي علق، انا اقرا كل سنه 10 ايام بيتي وليش السنه ما قريت خفت من الكورونا. مجلس عزاء 10 ايام. ايوه 10 ايام اخر، وهاي السنه همي انا هم خايفه اشوف هسه الكورونا اقوى بعد. نعم. يعني شنو حكمها سيد؟ انا اقرا 10 ايام واخاف. واضح واضح مصابرين، حياكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله فيك. متصل اخر. سيد علي تفضل. السلام عليكم مولاي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحتك أمورك. بارك الله بكم. الله يسلمك. صار عندي أنا صار عندي وليد. بلي. بعد بطن هم ويعني وقالوا وسوى ما أعرف شيء. بلي. إي واني بعد يعني حاولت أن أنزله وما نزل. بلي. هو الولد وهذا سؤال أتأكد بس من هاي الشغلة مولاي. الآن سقط؟ لا ما سقط الطفل. هو لا ما سقط الطفل، الطفل ظل، الطفل ظل لحد ما ولدته أمه. فشنو صار الآن؟ الحمد لله زين صحته؟ لا لا توفى يعني ظل توفى صار 3 ساعات توفى. إي وأنت الآن تسأل عن شنو؟ تسأل على إجراءاتك اللي سويتها؟ إي إجراءات يعني حاولت أن أنزل. بلي بلي. حياك الله، حياك الله سيد علي. متصل آخر. صادق. تفضل يا صادق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولاي ابن عم والدي. نعم. متزوج زوجتي. نعم. الأولى عندها بنت وحدة. بلي. وهاي البنت متزوجة. بلي. الزوجة الثانية عندها ولد، واحد من الولد. أرضعتها والدتي. عندها أولاد؟ عندها أولاد، الولد. بلي. أرضعتها والدتي لمدة 3 أشهر يعني صارت شروط الرضاعة. بلي. فأختي اللي هي بنت والدتي ووالدي تزوجت الولد الابن البنت. بنت الكبيرة، يعني بنت شريكتها. يعني بنت الزوجة الأولى. الزوجة الأولى تزوجت بأختي تزوجت بابن بنت الزوجة الأولى. نعم سيد، الأب واحد. واضح 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 واضح، حياكم الله بارك الله بك. اللهم صل على محمد وآل محمد. آخر متصل تفضلوا. كرار تفضل. حياكم الله بارك الله بك. كرار من بغداد سيدي. حياك الله تفضل. عندنا أصابة أني مصاب بالألسن وسبعة ضحايا إرهاب سيدي. بلي. وحاليا قدمت معامل التعوية كملتها وباقي على نسبة العجز فقط. بلي. بصورة عامة عندي طلقة بالكبد يعني مستقرة لحد الآن ما طلع. تحديد. بصورة عامة من تروح يعني هسه حاليا للجنة يعني عادة ما يطول حقك. اللجنة الا بفلوس يعني برشو. طيب. فاني اقدر انطي لو ما اقدر انطي؟ الا برشو. حياك الله اخ كرار ويعطيك العافيه بارك الله فيك. الاخ علي يقول انا اريد اتبنى الطفل، شنو احكام تبني الطفل؟ اخي الكريم تبني الطفل هسه واحد ياخذ طفل يكبره ويربيه حتى يكون مثل ابنه. هنا أنا اكو مشكله، شنو هي المشكله؟ ان هذا الطفل ما دام هو صغير ما عندنا مشكلة،
بس هذا الطفل ما راح يبقى صغير، راح يكبر ويبلغ. إذا كان ولد، هذا الطفل ولد راح يكبر ويصير بالغ، فزوجتك شلون أمامه؟ يعني محجبة غير محجبة؟ مو هذا لما تكبره مثل ابنها. لا، إذا صار بالغ شلون؟ تريد تقبله، تريد تحضنه، تريد كذا بدون عباية أمامه؟ ما يجوز، لأنه ماكو صلة بينها وبين هذا الطفل. نعم هي كبرته، بس هو ما لها صلة به، لا هي عمته، لا هي خالته، لا هي أمه، لا هي كذا. وإذا كانت بنت نفس الشيء، هاي البنية صغيرة ما عليها مشكلة، بس إذا كبرت صارت بالغة بالنسبة لك شلون؟ أنت غريب، لازم تلبس عباية. البنية تقول هذا أبوي، شلون ألبس عباية؟ فراح يصير مشكلة. فلازم شو تسوون؟ هذا الطفل تنطوه إلى أحد يرضعه. منو؟ إذا كان ولد تنطوه إلى أهل زوجتك، أختها، أخوها، يروحون يرضعوه حتى هي تصير عمته أو تصير خالته. وإذا كانت بنية تطيه إلى قرائبك أنت، منو؟ خواتك أو أخوتك، حتى يرضعوها. فإذا رضعوها حتى شنو؟ يصير أنت خالها أو عمها. واضح؟ وإلا مشكلة التبني فيه إشكال شرعي، خصوصا إذا سجلتوه في سجلات النفوس، ما يجوز. والأخت أم صابرين أيضا هذا سؤالها، يعني الأختان أم فاطمة وأم صابرين سؤالهم واحد، شنو؟ احنا عندنا مجلس حسيني سنوي هالسنة، نقعد لو ما نقعد شنو نسوي؟ أختي الكريمة، الإنسان إذا قدر، مثل ما قال سماحة السيد المرجع في السنة الماضية، الإنسان إذا قدر في بيته، نفس البيت، هو وأولاده وزوجه وكذا في نفس البيت، يقعدون يستمعون إلى مجلس حسيني، يستمعون إلى مجلس حسيني، ما في إشكال. هذا من مظاهر شنو؟ إقامة الشعائر، ما في مشكلة. سماحة السيد أيضا يقول هذا جيد، وهذا يبعد الناس عن الـ 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 الإصابة، ويبعد الناس عن الضرر. تقدرون تسوون هالشكل مجلس بيناتكم، جيد. ما تقدرون تسوون، على حال مو واجب عليكم، مو واجب عليكم. أما تعزمون الناس، تجمعون الناس، سماحة السيد يقول لابد هاي القضايا تكون ضمن الضوابط الصحية، يعني في مكان فضاء مفتوح ومتباعدين ولابسين كمامات. إذا قدرتوا جيد، ما قدرتوا ليس هناك لزوم في عقد المجالس في هكذا ظروف. اللهم صل على محمد وآل محمد. صادق يقول عفوا نعم سيد علي، بس سؤالين أنا ما أقدر. سيد علي يقول أنه عندي ولد كان في رحم الأم، قالوا مشوه وحاولنا تسقيطه وما سقط، والآن ولد ومات، عليه شيء؟ لا، ما عليك شيء، استغفر الله فقط. صادق يقول مسألة طويلة، متزوجين شخصين من في حالة رضاع معين، هذا يحتاج إلى شرح. يوم الاثنين إن شاء الله الأخ صادق أبين مسألة الزواج بين هذين الطفلين مع وجود رضاع بينهما. نسأل الله سبحانه